المملكة الأمازيغية والمتحدة مشمطم جمس حقك شتم رجعت شرت والمتحدة مشمطم جمس حقك شتم رجعت شرت يا منزو من هنا فلوسي رجعت لي يا فلوسو فلوسي رجعت لي واه كل تبي يا سو كانت حالك قد فتحتها ايوه تذكر انا كلمت رضا معقول يكون هو اخذها استاذ عبد الله اصيب خلال تمرينات من حق الكابتن جلال وانا كنت اجري بيدي مفكوكه وانا اجري داس عليها داس بسرور الأستاذ وليد أيوه الله أيوه بعدين أنت ليش خايف؟ أنا مش خايف بس شنطتي فيها أشياء ما يب صدق عبد الله زيد تو وين أكشن بعدين ليش خايف؟ أنا مش خايف بس شنطتي فيها أشياء ما ينفعش تبسرها كيف يعني ما ينفعش تبسرها؟ يعني فيها أشياء خاصة هدايا حق الناس فهمتني؟ أشياء نسائية 3-2-1 أكشن يعني فيها هدايا خاصة حق النساء خايف بس شنطتي فيها أشياء ما يصلحش تبسرها كيف يعني شا؟ ما هذا صوت البقرة؟ إنسان غريب فارح سيروا راقبوا الموقع بدل ما تراقبوا خلق الله وانت أو عفوا
أنا كاجو. قبطان كاجو. أيوة سياس. رجوا لامان نسي. هل تعتقد أنه سوف ينجا في مهمة قتل الكلب؟ علقت. أنت هنا وأنا تعبت أدور عليكي. بعد ساعة بتحكي لك قصتي كله. أيوة خلاص يلا. أنت هنا يعني أنت وأنا أدور عليكي من أول. ده الحين كل. أنت هنا. أنت هنا وأنت أوكي. لازم نعرف بالمسؤولية اللي علينا. أنتوا كانوا. يا شباب لازم نعرف بالخطر اللي حولنا. انتوا كان انتوا مش حاسين بالمسؤوليه. في خطر حولنا وكل واحد مش متحمل مسؤوليه نفسه. ولا والله انه يا شباب لازم نتحمل المسؤوليه كلنا. المكان اللي احنا جالسين فيه جزيره. ارجع قبل ما زياده بدا النظره حقك. يا يدي يا ولد يدي. بتسيب انا؟ لا يا صاحبي بتسيب انا اموت؟ ما اروح انا. يلا دري نسوي من البدايه. يلا نعيد من البدايه. البدايه اللي فتره مش بضرب بناء. ما حد يجي مع ضرب بضيعنا يلا 3 2 1 اكشن. يا شهدي يقول لك من عندك انا قاسم حسب الكاميرا الالي مغطى علي حاول انه بعد يلا 3 2 1 اكشن. مهمه هذا صديق نفر كلب يموت. انتبه يا أستاذ. لا ما لا ينفع. لا بدرت الحوار. أيوة أدى نهاية الحوار. والله طمع. وبعدين الطمع بس وأنا بدخل. سنظل نحفر في الجدار. إما نسيت فتحنا ثغرة النور. هي في كلوز يا أستاذ صح. إما فتحنا. سنظل نحفر في الجدار. أما والله إني نسيت. سنظل نحفر في الجدار. أما فتحنا ثغرة لنا. ثغرة لنا. للنور. للنور. على ثغرة. إما فتح. ثغرة للنور. إما كاجو We'll be right back.
اذا خلاص يا ابو موسى وانا بمسك الحراسه ان شاء الله لصلاه الفجر واجي معكم اصلي باذن الله. لا كمان لا انا بمسك حراسه انت روح ارتاح. حمدي انت ارتاح انت وانا بروح. معليش يا كمال ارتاح انت وانا صاحي. انا بنام لما الصباح انا بنام لما الصباح عشان الامرين سلام. عادي عادي يا عم. طيب يا جماعه خلوها في الجد. انا وكمال بحثنا في الجزيره وفي اكثر من موقع لا حصلنا لا مصادر الاكل ولا الشرب ولا حتى حصلنا سفينه ولا حتى حصلنا يكمل ولا حتى سفينه. لا لا اجيب البدايه من البدايه. اهلا اهلا شهدي. عفوا 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 بزيت البندق باليد المكسور. تفضل. قبطان كاغو. ايوه سياس رجل اعمال لذيذ اذا لم ينجح في مهمه قتل طابت كمال ما تنعمل. ما ادري ايش داري اين تحاقى بعدك اللي ما جاء تضحك. يلا عيد زي ما هو ما حركتوش. يلا لا تقطعهاش. ما بره ما دريت الحين ادخل يا الصوت. يلا يلا. يعني فين بتروحي تتمشى وانت شايف اني ارض قاحله؟ هي كلمه واحده انا اقول ممنوع الخروج يعني ممنوع الخروج. على فكره هذا قدو حبس. يلا يا روبل من هنا اهم شيء. هذا طريق البسمه الخارجيه. دعني افكر. أسياس نحن لا تخاف شامعين شو هدي قد تكلمني بكل شيء طبعا ما احرقش المواني لا لا تري شو ما احرق المواني احرق المساكن احرق المساكن جاهل تري تو وان اكشن لا تخاف شامعين شو هدي قد تكلمني بكل شيء طبعا هو ما احرقش المواني احرق المساكن يلا اقي اقي احرق واحد المساكن يلا شو هدي معي شلو الكاجو خارج نعم تري تو اكشن شو هدي معي يلا خذوه كاجو خارج واحنا بنلحق بعدكم يلا شباب خليكم حذرين انزلوا اقل شيء اكشن اقل شيء اكشن كذا انا قلت لكم انا يلا ما اسمع يلا ما هو هذا وابصرتيني عصفوره لا ما حتكش عصفوره حتك مره بعدين يا حبيبتي امي ذا على الناس كلهم نص قاروره معاكم بميوم
وني وبا بماي عمي لك بعدين يا قلبي امني يا شباب شاخذهن بطريقتي وني وبا وين ارتأجا تعالي انزل الصورة هذه بالديسكورد يا سلام كيف سرق؟ ومن سرقه؟ أنا كنت شاكك فيه. لا عاد عاد. خلاص. أنا عندي مفتاح. سرق؟ كيف سرق؟ ومن سرقه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فرحنا قلنا إنه بي يهدينا وبنعرف أماكن مياه. يا فرحة. يا فرحة. سرق؟ سرق؟ كيف سرق؟ ومن سرقه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فرحنا قلنا إنه بيقول لنا فين مصادر المياه. بيقول لنا. بيكتشف لنا. أنا ما اتهمتك وما قلت إنك سرقتنا. هي واضحة. هي واضحة مش محتاج. هي واضحة. فتحوا شنطتي. هي واضحة فتحوا شنطتي قدامك وفتشوها أنا طول عمري وأنا عايشة في سجن دائما وطول عمرك بتظلي بهذا السجن إيش بتظلي أسجن نفسك عيدي في الجملة الأخيرة اعتبر إنك ما شفتنيش نهائيا أكيد أنا ما أعرفكش الأخ من طير من قدامي طير طيب عندك هنا أقول لك طير من قدامي تفهم ولا لا طير قدر أمشي يا أخي غدرة مالا يا غدرة ماشي عشان ما بقدرش اخضع حتى خليني اشرح لك كل شيء بعدين قلت له سوي اللي عجبك انا اصلا كازو قال لي روح سوي كذا وكذا وكذا انا ما رضيتش بس انا اضطريت عشان يقدم عين وده كله اللي حصل ايوه وايش حصل زيد كمل وهذا اللي حصل انا حاولت وده بس ما رضاش كازو طلع زماطه اسوي له انا ما في حوار بدي حوار اشرح انه انا سرت انا ومعين وكذا اشرح المشاهد اللي حصلت معك حركت المونه والاكل والشرب حقنا عشان تنقذ معين كل هذا الكلام تشي يمشي على عقلي اقسم بالله اقسم بالله انا ما حركت انا المواد الغذائيه انا ما حركت الشقه العام شقه والاختراع عينه الاختراع صبري موجود عند كاجو اصلا احنا
غلطنا لما سرقناها وطمعنا، بس والله والله ضمير الحلال نبلحنا وقلنا من رقعه. توبة 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 إلى الرب، توبة نصوحة، تبنا إلى ربنا توبة نصوحة. ما تشوفش كيف أبوي من وين؟ مالك بردبش؟ طبق بالكلام عادي، ما يعني هربوا اثنين مجرمين من أيديكم، ويعلم الله هذا الثعلب الثالث يهرب منكم قبل ما تستجوبوا. ليش؟ أيديكم 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 من يدكم من يدكم. يعني حربوا اثنين من يدكم. يا ناهي لحنتوا الاثنين. أنا قادر بس أخلاقي ما تسمحش. وبعدها مستشخ مستشخ وسخ يدي. حرام يا معين، حرام الحقد يا معين. شرب. تذكر يا كاجو لما لطمكني خليكني ضايع اسمه. نحن يجب أن ننهي مشكلة ونفتح صفحة جديدة، أوكي؟ صفحة جديدة؟ كيف؟ كيف أنت قتلت وشردت؟ الكادر معاك كذا ترجع عندهم وما هنا يتكلموا. تمام، انا اللي بتكلم. تمام، حسسنا عبد الله وهنا يدخل ويوقف. تمام عبد الله، لا تدخل وتوقف يا عبد الله، لا تدخل الكادر هكذا، بتدخل وتوقف. تمام، وتشوفوا معنا كوشوا.